السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا مشاهدين قناة المخلص، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إحنا هنا متواجدين على الأرض السمراء مع أصحاب القلوب البيضاء في جمهورية السودان الإسلامية، بلد جميلة جدا وشرفنا بالتواجد فيها وإلقاء دورة للقضاء على التنصير، وعلشان نقدر نعلم الإخوة المسلمين إزاي يدعو المبشرين النصارى الموجودين في داخل السودان إلى الإسلام. يسعدنا ويشرفنا أن نتواجد مع مدير المركز الدعوي للإسلام الشيخ عمار. أهلا وسهلا بك يا شيخ عمار. أهلا وسهلا وحياكم الله ومرحبا بكم في بلادنا. الله يرحب بك يا شيخ عمار. نحب نتعرف عليك كده يا شيخ عمار. عمار صالح موسى عثمان، مدير المركز الإسلامي متخصص في مقارنة الأديان. مرحبا بك يا شيخ. الله يحفظك. نشاط المركز يا شيخ؟ المركز هو له عدة نشاطات. من هذه النشاطات أولا الحفاظ على المسلمين من الهجمات العقائدية الأخيرة التي جاءت إلى هذه البلاد، يعني ولم تكن من قبل، مثل التنصير والتشيع وغير ذلك. هي مجرد محاولات يعني؟ نعم هي مجرد محاولات. جميل جدا. الحاجة الثانية، المركز يدعو غير المسلمين باللغات، يعني نحن لنا 120 لغة. ما شاء الله 120 لغة. نعم، ندعو بها غير المسلمين. في كتب موجودة لكل لغة من اللغات؟ نعم، كتب مجانية توزع مجانا، ونحن نقيم معارض ويعني نذهب بهذه الكتب إلى أماكن تواجد هؤلاء الأجانب الذين لا ينطقون اللغة العربية. نعم. طيب جميل جدا يا شيخ. طبعا نحن نعلم أن السودان في من القانتين والمواطنين السودانيين من يعتنقون الديانة النصرانية، يعني هم ولدوا على النصرانية، وفي جاليات غير إسلامية موجودة في السودان. خليني أسألك يا شيخ، عدد المواطنين السودانيين المعتنقين، أو خلينا نتكلم بشكل أشمل شوية، الناطقين باللغة العربية، عدد المعتنقين الإسلام من الناطقين باللغة العربية؟ أولا إذا جينا نتكلم عن عدد المسلمين في السودان بعد انقسام الجنوب، صار تقريبا يعني نسبة المسلمين 99.5%. ده في الشمال؟ ده أصلا هو خلاص ما في الشمال ولا جنوب. نعم. إحنا عندنا الآن دولة السودان إن شاء الله دولة إسلامية بإذن الله تعالى بأمر الله. نعم، فبعد ذهاب الجنوب وانفصال الجنوب صار الآن يعني نسبة المسلمين 99، ممكن تقولوا 8 من 10، لأن الآن النسبة الموجودة نسبة قليلة جدا جدا من النوبة. النوبة ما شاء الله عدد كبير جدا مسلم، معظم النوبة مسلمين ما شاء الله، وكذلك الأغباط يعني أيضا هم يعني فيهم عدد كبير من النصارى، ولكن بفضل الله عز وجل يعني هنالك يعني نهضة الحمد لله رب العالمين، وهنالك يعني عدد كبير يسارع إلى الإسلام ما شاء الله. الأقباط المقصود بها يا شيخ، لأن أصلا عندنا الأقباط في مصر هي تعني كل مصري فهو قبطي، لكن عندنا النصارى أخذ هذا اللقب على أنفسهم فبيقولوا إحنا الأقباط، فما المقصود بلفظ أو لقب أقباط هنا في السودان؟ الأقباط هم أصلا جذورهم هم أصلا مصرية. نعم. هاجروا إلى السودان يعني منذ مئات السنين. أتوا إلى هذه البلاد وكانوا يعتنقون النصرانية، وما زال عدد إلى الآن عدد كبير منهم يعتنق النصرانية، ولكن بفضل الله عز وجل يعني الحمد لله تحطمت الأسوار التي يتخندقون فيها برغم من الجهود الكبيرة. نعم. التي يحتاط بها القساوسة والكنيسة الأرثوذكسية هنا في هذه البلاد، ولكن بفضل الله عز وجل هنالك عدد كبير اعتنق الإسلام. إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا أبشركم ببشرة سارة جدا، سوف تسمعون بحدث يعني إن شاء الله له آثار طيبة بالنسبة للمسلمين وآثار سيئة بالنسبة للنصارى في هذه البلاد وفي البلاد الأخرى إن شاء الله. ما شاء الله. طيب يا شيخ، ده بالنسبة للناطقين باللغة العربية، نأتي الآن إلى الناطقين بغير اللغة العربية، هل يوجد يعني حالات إسلام من بينهم؟ نعم، نحن في هذا المركز يا أخي الكريم بارك الله فيك يعني يأتي إلينا عدد كبير يعتنق الإسلام في هذا المركز، فهنالك عدد كبير من الصينيين، وهنالك عدد كبير من الجالية الأثيوبية، وهنالك أيضا عدد من الفلبينيين والهنود، هنالك في هذه البلاد عدد ضخم جدا جدا من الجاليات. كما تعلم يا أخي الكريم عن في هذه البلاد استثمارات عدة وشركات. نعم. فصار عدد الجاليات هنا كبير، فالآن إذا أردت أن يعني أصنف هذه الجاليات أقول أن الجالية الأثيوبية هي في الدرجة الأولى، في المقام الأول. نعم. ثم الأثيوبية الصينية،
ثم بعد ذلك يعني تأتي الجاليات الروسية والبولندية والإنجليزية وما إلى ذلك. ولكن بفضل الله عز وجل يعني هنالك عدد كبير منهم يعتنق الإسلام. ما شاء الله. نعم، ولدينا حالات كثيرة موثقة موجودة يعني هنا في هذا المركز، والحمد لله نحن نتواصل مع هؤلاء، وبعض يعني بعض منهم له يعني معرفة جيدة بالعلوم الإسلامية، فلذلك يقيمون لهم بعض الدروس. طيب ودعوتهم يا شيخ بتتم بأي لغة؟ هل باللغة اللي هم بيتكلمون بها، ولا بلغة مثلا معينة زي اللغة العالمية الأولى اللغة الإنجليزية؟ لا، أنا كما يعني ذكرت في الأول، نحن يعني في هذا المركز نقدم 120 لغة. هذه 120 لغة تبدأ من الصيني أمهري اللي هي لغة الأثيوبيين. نعم. أيضا هنالك من الأثيوبيين يتكلم أرومو أيضا موجودة. الإريتريين اللي هي تجرينجا، فلبيني تجارب، وهكذا. نعم. يعني ما في أحد في هذه البلاد إلا نحن له، عندنا له هنا لغة. هذه اللغة موجودة، ونحن نقدم الإسلام عبارة عن كتيبات. ثم بعد ذلك يعني هنالك بعض الدعاة المتخصصين يتكلمون الإنجليزية، والبعض الآخر يعني من بني جلدتهم يعني هؤلاء من هذه الجاليات من هؤلاء الأجانب. نعم. فبفضل الله عز وجل يتم بعد ذلك مسألة الأخذ والعطاء والرد، حتى يعني الإنسان يعني يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية فيعتنق الإسلام. ما شاء الله. طيب أكثر شيء يا شيخ بيأثر في غير المسلم أيا كان، سواء ناطق باللغة العربية أو غير العربية، إيش الشيء اللي بيكذبه للإسلام؟ ما فهمت الكلام، يعني ممكن تاني؟ اللي بيكذبه للإسلام يعني بيعتنق الإسلام، إيه اللي بيلفت نظره للإسلام كديانة؟ رغم في ديانات كثيرة جدا، لكن إشمعنى بيتجه للإسلام؟ إيه الملفت للنظر في الإسلام لغير المسلمين؟ طبعا يعني أنا أقدر أقول يعني أتمنى إنه ما تعتقد إنه هذا يكون تعصب، ولكن نحن السودانيين يعني ناس يعني ولوفين يعني ما شاء الله. لا، إحنا التمسنا كده بصراحة. نعم. فالحمد لله يعني الجاليات التي يعني كلها وافدة إلى السودان يعني تجد هذه الإلفة، تجد هنالك أشياء يعني كثيرة تدل يعني على حسن المعاملة من الناس هنا في هذه البلاد، يعني يحترمون الأجانب ويتعاملون معهم بكل أدب، وكل هذه الأخلاق هي أخلاق إسلامية يعني. يعني هذه الأخلاق ما يعني ما نشأت هكذا في السودانيين. نعم. وإنما هذه جاءت من ديانتهم، أساسها الإسلام. الإسلام. فالحمد لله بفضل الله عز وجل حتى هؤلاء الأقباط يعني الآن يتعاملون معنا، نحن نتعامل معهم باحترام وبتقدير، وهنالك عدد كبير جدا من المسلمين يعني نحن لنا مداخلة معهم. يعني كثير يعني من يعني هؤلاء أو الأسر القبطية الموجودة هنا في السودان والأسر النصرانية الأخرى، هنالك يعني الكثير يعني من المداخلة من باب الدعوة لله عز وجل. نعم. فحسن المعاملة جذب هؤلاء الناس، وهذه المعاملة أصلا هي ما أساس الإسلام هنا يعني أيضا في هذه البلد كرم. وكما قلت لك أتمنى لا تعتقد أن هذا يعني مدح للسوداني لأنني السوداني، ولكن يعني حقيقة أيضا يعني هنالك بعض الدعاة يعني جزاهم الله خيرا يشرحون للناس لهؤلاء يعني الوافدين الإسلام بصورة صحيحة. نعم. فيعني ينظرون يجدون صماحة الإسلام وأنه دين توحيد ليس دين تثليث، وهذه الفزورة الآب والابن والروح القدس وهذه الأشياء بالذات الجالية الأثيوبية. نعم. يعني عندما يأتي الأثيوبي إلى هذه البلاد يكون مشوش، يضع في ذهنه أن هنالك الآب والابن والروح القدس وهذه يعني كما تعلم يا أخي بارك الله فيك أنت أدرى بهذه المسألة، يعني هنالك عدد كبير من النصارى مسألة الثالوث هذه تكون معقدة بالنسبة لهم، مشوشة مشوش يعني. نعم. وكذا. فالحمد لله يعني الناس عندما يشرحون لهم الإسلام أنه هو دين توحيد ودين عقيدة سليمة فيقبلون إلى الإسلام. يعني باختصار يا شيخ أسلوب التعامل مع الآخرين. نعم. نعم. التعامل مع الآخرين هو الذي هو مبنى على الإسلام. نعم. ودي رسالة مهمة جدا إحنا بنوجهها لكل مسلم، إن بأسلوب معاملتك مع الآخرين أنت ممكن تكون داعية من حيث لا تدري، وده شيء لازم نستفيد. طيب يا شيخ، من بعض المتطرفين وأعداء الإسلام وبعض الملبس عليهم في أمر معين يقولون أن في السودان مثلا حالات تنصير وارتداد عن الإسلام بشكل كبير جدا جدا، ما حقيقة ذلك الأمر يا شيخ عمار؟ والله هذا الأمر يعني بعيد عن الحقيقة، وهذا أمر عاري من الصحة. فيعني الحمد لله بفضل الله عز وجل يعني أنا ممكن أطلعك على وثائق هنا، بل بالعكس أنا ما كنت أريد أن أقول هذا الكلام، ولكن نحن الآن لدينا عدد كبير جدا من أخواننا الأقباط في هذه البلاد
يعتنقوا الإسلام وهم معنا في هذا المركز. ما شاء الله. أي نعم. يعملون معكم في يعملون المركز. يعملون معنا نعم في دعوة نعم. الله عز وجل. هذه واحدة. الأمر الثاني لنا يعني عدد كبير جدا، وأنت الآن يعني درست في هذه الدورة. كيف كان عدد الدعاة من منطقة جبال النوبة؟ كثير جدا عدد ما شاء الله. عدد كبير. نعم. هؤلاء ولا شيء بالنسبة لدعاتنا. يعني يمكن كم الدورة الآن؟ يعني أنت الآن هذه الدورة رقم كم؟ رقم 10. 10 الدورة العاشرة نعم. هذه الدورة العاشرة. نحن يعني درسنا 10 دورات لهؤلاء الدعاة بفضل الله عز وجل. يعني تخرج عدد كبير جدا منهم وهم الآن يعملون في مناطقهم. فالحمد لله بفضل الله عز وجل النوبة الآن عدد كبير جدا بنسبة يعني الغالبية النوبة مسلمين. الحمد لله. ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. والأقباط إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني سوف تسمع أشياء تسركم. لا نريد أن يعني أن نتعجل، ولكن إن شاء الله ينتظر وسوف ترون أن تسمعون بأنفسكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. أما مسألة أن هنالك بعض المرتدين، هذه مسألة طبيعية يا أخي الكريم. أن هنالك بعض مريضي النفس وأصحاب الأهواء، هذه مسألة عادية. يعني أن يذهب القليل جدا وهم يعني حقيقة يعدوا على أصابع اليد الواحدة. نعم. يعني هؤلاء يعني هنالك يعني أنا أعلم واحد مثلا هو من أبناء الشمال، كان له مشاكل يعني في السجن، وكان مسجون في مسائل مالية. فوجد هؤلاء المغفلين الذين يأتون إلى السجن، معلش أنا أقول هذه الكلمة، فإنهم حقيقة هم مغفلين، يعني يأتون إلى السجن لكي يعني يقدموا بعض الخدمات للنصارى المسجونين. هذا الشخص وجد هذه فرصة إنه يحلحل مشاكله ويحل كل المشاكل اللي عنده من مسائل مالية، فقال أنا اعتنقت النصرانية. هذا الشخص هم دفعوا له كل المبالغ المالية لأنه اعتنق النصراني، لكن هو حقيقة لم يعتنق النصراني، ما هو صاحب مصالح. هذا الرجل خرج من السجن ثم جلس مع النصارى هنا، وكان يقول لهم أنني مطارد من المسلمين، إنني ثم بعد ذلك أخرجوه فذهب إلى كندا، وهنالك عمل عجيب. فهذا الرجل يعني بعد أن ذهب إلى كندا علم النصارى أن هذا الرجل أصلا لم يكن هدفه الأساسي النصراني، أصلا هو كان يريد أن يحلحل مشاكله وأن يخرج من هذه البلاد. الغريب أنه كتب في شبكة الإنترنت قاضي وقضية، وأنه كان قاضي وأنه حاكم، ينسج الأكاذيب. فمعظم هؤلاء الذين ترونهم إذا كنتم تشاهدون هذه القناة الخبيثة ما تسمى قناة الحياة أو هذه نحن نراها في النت، يأتون يعني ببعض الأسماء أن هؤلاء قد تنصروا سودانيين وما إلى ذلك. هؤلاء أصحاب أهواء، هؤلاء أصحاب مصالح، لكن لا يوجد أصلا إنسان عاقل. يعني أنا لو سألتك يا أخي الكريم، لو قلت لك أنت نصراني، ماذا في الكتاب المقدس؟ يعني ماذا في هذا الكتاب؟ يعني ما في، لا يوجد شيء أصلا. أنا كإنسان مسلم، أنا لو أصير ملحد لا أعتنق النصرانية يا أخي الكريم. لكن ده مش من باب الحقد، لكن من باب أن هذا لا يشبع رغبتي في الإيمان. يا أخي الكريم، هنالك أشياء في هذا الكتاب نجدها، يعني ما ممكن أبدا أن يكون الشنودة لا يزني، وبعض الساقطين الذين نسمعهم لا يزنون، ويكون نبي الله داود زاني. داود يزني. نعم. لا يمكن أبدا أن يكون هارون وسليمان وهؤلاء الأنبياء العظام الكرام يكونوا زنا وهؤلاء لا يزنون. نعم. لا يمكن أبدا أن يكون هؤلاء القساوسة أفضل أخلاقا من الأنبياء. صحيح. فماذا في هذا؟ كلام سقيم. فالمسلم لا يقتنع بهذا الكلام أصلا، ولا يكذبه الكلام الموجود هنا. يعني الآن أي مسلم لو قرأ هذا الكلام يعرف أن هذا الكلام كلام بشر، ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فلذلك شتانا ما بين كتاب الله القرآن الكريم وبين هذا الكلام كلام البشر الموجود في هذه الكتب. فلذلك لا يوجد شيء أصلا حتى يكذب المسلم لكي يعتنق النصرانية. فلذلك لو صار الإنسان ملحد لا يصير يعتنق هذه الخرافات وهذه الأباطيل والترهات الموجودة في هذا الكتاب، مثل أن الأرض ما يعني أن المياه الأرض على المياه، الأرض على المياه، وأن الملح يزرع، وأن ما أدري هذه الأرنب يجتر، وأن هنالك أشياء، وأن البرص يصيب الحائط. نعم. وأن البرص يصيب الملابس وهذه الأشياء. من يصدق هذه الترهات، هذا الكلام الفارغ السخيف السقيم؟ بارك الله فيك. نعم. طيب، وأذكر موقف، إحنا كنا أجرينا حوار مع شخص هنا كان نصراني فتح معرض، وكان موجود معاه شخص آخر المفروض يعني أنه مسلم متنصر. ففي أخ كده أخذه على جنب، أخذ هذا الشخص على جنب، فبيقول له إيه الإنجيل ده؟ بيقول له ده إنجيل لوقا. بيقول له مين لوقا ده؟ فطلع له يعني من على الجلدة من براء الغلاف مكتوب الإنجيل كما رواه لوقا. فيقول له مين لوقا ده؟
بيقول له ده ممكن يكون الشخص اللي طبع الكتاب. شايفين حضراتكم مدى معرفة هذا الشخص الذي يقول إنه ارتد عن الإسلام؟ يقول على أن لوقا هو الشخص اللي طبع الكتاب ولا يدري أي شيء في أي شيء. طيب يا شيخنا حضرتك كما تعلم إن إحنا لينا بعض الجهود على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت، ففي بعض الأحيان بيصادفنا كده قدرا بيدخل واحد يقول أنا سوداني وكيفك يا زول وحبابك عشرة ويقول أنا سوداني، فما حقيقة هؤلاء؟ وبيكون عندهم حقد رهيب جدا جدا على الإسلام، فما حقيقة هؤلاء يا شيخ؟ أولا قبل أن أدخل في هذه النقطة دعني أقول لك ومن خلال قناة المخلص أنا أتحدى وأقدم جائزة ضخمة جدا لمن يقول لي من هو لوقا، من هو لوقا؟ نعم. من هو والد لوقا؟ من هو جد لوقا؟ نعم. من غير خلاف حتى لا يقول لنا وماذا يعمل؟ مصور، صحفي، طبيب، ماذا يعمل لوقا؟ من هو لوقا اصلا يا اخي؟ بارك الله فيك. انا كنت دائما اعرض هذا السؤال على كثير من النصارى يعجزون عن الاجابه، ينسحبون عليه، ينسحبون. نعم. يعني اذا هؤلاء ياخذون دينهم من انسان مجهول، قد يكون هذا الانسان شيطان، قد يكون هذا الانسان متصرف، فهم لا يعرفون من هو لوقا اصلا. نعم. فما في احد، يعني ليس هنالك سند لهذا الدين، لهذه العقيده النصرانيه خلينا نقول. فاذا هذه عقيده مبنيه على غير اساس. طيب حقيقه يعني انا اخبرني ابن عمتي ابو شاكر، الدكتور ابو شاكر، وهو له جهود بارك الله فيه على شبكه الانترنت وبالذات البالتوب، وانه كان قد تناظر مع شخص اسمه وحيد. قبل ذلك انا اسالك، تعرف من هو تعرف شخص نصراني اسمه ناجي ونيس؟ انا لا اذكر اي احد بهذا الاسم تقريبا. ما تعرف؟ انت تعمل في البالتوب كم سنه؟ سبع سنوات. نعم. سبع سنوات ما تعرف شخص اسمه ناجي ونيس؟ لا اطلاقا، ما قابلت اي شخص بهذا. طيب انا الان لو قلت لك انك تعرف هذا الشخص، هذا فزوره، ده شغل سحر بقى وكده. سحر، ايوه. هو اصلا يعني طيب ناجي ونيس هو نفس الشخص المدعو وحيد اللي هو الشيخ جواد اللي بيطلع ويعمل أيوة. افلام ده وصفيات. أيوة. يعني ممكن هم بعد ذاك هم ياخذوا، يعني وحيد ده ممكن نقول ناجي ونيس ده اللي خفي ده هو يبقى يصير في مقام الاب عندهم. نعم. وحيد ده يصير الكلمة، هو الآن ناطق وحيد وحيد وحيد. يعني حضرتك تقصد إن وحيد اسمه يا شيخ ناجي ونيس؟ اسمه ناجي ونيس. ناجي ونيس. نعم. نعم. وبعدين جواد، يعني هذه التمثيلية البايخة التي يعني أراني لها ابن عمتي الدكتور أبو شاكر، أنه قد مثل هذه التمثيلية البايخة أنه تنكر في ثياب رجل خليجي وسمى نفسه جواد. نعم. هذه الأشياء. فيبقى هنالك بعض الأغباط حقيقة أمثال وحيد. أولا هذا الاسم وحيد هو اسمه الحقيقي ناجي ونيس. يعني الآن عندما سألتني ما اسمك قلت لك أنا اسمي عمار، صالح، موسى، عثمان، أنا لا أخشى أحد. نعم. أنا أعرض نفسي في أي مكان. لكن المتنكر ده يكون حاسس إنه بيعمل شيء غلط. معناها بيعمل غلط. زي الآن لما نجيب قط نعطي أكل كده مباشرة يأكل هذا الأكل. نعم. ولكن عندما يخطف الأكل يبقى عارف إنه بيعمل حاجة غلط. بيعمل غلط صحيح. فيبقى هذا الاسم ناجي ونيس او الاسم وحيد او الاسم جواد هو يعرف نفسه اصلا هو بيعمل غلط، فلذلك هو يخفي اسمه. هذا الرجل انا اعطيك فكره عنه بسيطه جدا جدا حتى يعرفه بعض الناس. اولا من يعني هذا رجل ديوث. اولا يعني انا شاهدت له حلقه في ما ادري قناه اسمها الدليل، هل هي الحياه ولا ما ادري ما هي الحياه. يعني هذه الحلقه تتكلم عن جنه عدم وأن جنة عدم في الإسلام وجنة عدم، مقارنات كلها خاطئة. أولا يا أخي الكريم هذا الرجل يعني يأتي ومعه زوجته اللي بكون موجودة معه، دي زوجته موجودة معه دي. آه. زوجته. أنا عايز أقول حاجة، معلش خليني أتكلم بالسوداني كده شوية حبة عشان هو يفهم وزوجته تفهم. لا أنا بفهم سوداني، تفضل يا شيخ. تفهم سوداني. طيب زوجة ناجي ونيسة وزوجة وحيد هي اسمها نجوى نجيب فهيم. يعني هذا الرجل ابطل الباطل، ابطل يعني على يعني انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول يعني انا يؤسفني جدا انه هذا الانسان سوداني ويتكلم باسم الدين ومقارنه الاديان وياتي بهذا الوضع المخل المؤسف، انه هذا الرجل ياتي ومعه زوجته يعني كاشف الصدر والشنب كبير. احنا عندنا هنا الزول اللي عنده شنب كبير هذا يعني انسان تشوفه تقول اسد، فارس، شهم، لكن هذا رجل خايب. بالله عليك شوف هذا الرجل، يعني ياتي زوجته كاشفة شعرها وكاشفة صدرها وجالسة معه يكتب لها أسئلة. أسئلة. ها. يقول لها والله سؤال جميل. مين اللي سؤال جميل؟ أنت اللي كاتب يا مغفل. تمام؟ بالإضافة لذلك مين اللي بيتصل بناجي ونيسة وحيد؟ هم الأصحاب والصعاليك الموجودين معه في غرفته في البالتون.
يأسس واحد يكتب انه هو يتصل ما عارف ما ادري من نيوزيلندا انه هو مسلم، واحد اخر يتصل من هولندا انه هو ما ادري نصراني، واحد يثنى على البرنامج، كل هؤلاء جماعته بتاعين غرفته يا اخي، نحن عارفين هذه المسار ونعرفه جيد يعني هذا الرجل. هذا الرجل اولا خلينا يعني عشان اقول حاجه بسيطه، زوجته هذه اللي اسمها فدوى عندها يعني اسرتها امها ما زالت مقيمه. فدوى ده مش اسمها الحقيقي؟ لا اسمها الحقيقي هي فدوى. فدوى نجيد فهيم. نعم سمعت الاول نجوى فهي فدوى. لا هي فدوى. نعم. فدوى او فروه قول او اي حاجه، هي ما تفهم شيء اصلا يعني. تتكلم باسم الدين وكاشفه صدرها يعني هذه يعني هي ابعد الناس عن الدين وزوجها ابعد الناس عن الدين وعن الرجوله. نحن عندنا السودانيين الرجاله عندنا اهم شيء. لابد انه الانسان يكون رجل. فهذه المدعوه فدوى يعني عندها اخوها اسمه راجي. راجي نجيب فهيم هو صديق ناجي ونيس او قول وحيد زي ما انتم تسموه، وهو اللي زوجه فدوى هذه. امه ما زالت موجوده في هذه البلاد الى الان ما هاجرت، وناجي ونيس او وحيد هو مقيم في هولندا، ومعانا صوره جوازه الباسبورت بتاع السفر هنعرضها ان شاء الله وخلال حضرتك تكون معروضه على الشاشه الان صوره عائلته. لكن انا عايز اعطيك فكره عن هذا الرجل. هذا الرجل اولا بدا كانسان رياضي مارس كره القدم في المكتبه القبطيه بأمدرمان مدينه أمدرمان هنا في السودان. كان معه لعيبه مميزين جدا من اصدقاء، واحد اسمه فيريني، واحد اسمه مجدي درياس، وده الحمد لله الان مسلم ما شاء الله. هذا كان لاعب كره قدم ماهر جدا. نعم. كان يلعب راس حربه يعني مهاجم من الدرجه الاولى. هذا الرجل الان اعتنى بالاسلام الحمد لله موجود الحمد لله وان كان والله ما التقى به على الاطلاق. هذا مجدي درياس. هنالك اصحابه مثلا في راجي في فريني في عدد من اللعيبه كانوا ماهرين جدا جدا. كان افشل لاعب كوره كان ناجي ونيس اللي هو وحيد. افشل لاعب كوره دير كان عندهم مستقبل. يعني زي مجدي درياس ده مشى لفريق اسمه حي العرب صعدوه، والشباب اللي معاه كلهم في كره القدم في المكتبه القبطيه صعدوا الى فريق حي العرب. نعم. بينما تخلف ناجي ونيس لانه فاشل او وحيد حتى في اللعب فاشل في اللعب. الحاجة الثانية الرجل بعد ذلك شاف انه ما عنده يعني اي مقومات وفاشل في كرة القدم، راح دخل المجال الديني بالخطأ. يعني هو اصلا دينه باطل وعقيدته باطلة، فراح ايه عايز يعمل دراسات، فبعث الى جمهورية مصر عندكم هناك في كلية اسمها الكلية الاكليريكية. نعم. مع واحد اسمه رمسيس اللوز. فالاثنين جو من هناك. رمسيس كان ناجح جدا كنصراني في مجاله كان ناجح، اما وحيد كان فاشل. بل انا اقول لك حقيقه الان انت، انا اقول الان من هنا من قناه المخلص، وحيد الان مشلوح من الكنيسه الارثوذكسيه، لانه وحيد اصلا او ناجي ونيس كان عنده افكار انجيليه، افكار بروتستانتيه زي زكريا بطرس تماما نعم. تماما. فهو كان عنده افكار، لذلك ما مشى ولا تقدم الى الامام، فلذلك الكنيسه ما اعطته اي اعتبار بل فهمشوه. فلذلك الرجل تزوج واحده من بنات حي المصالمه اللي هي المدعوه هذه التافهه الحقيره اللي اسمها فدوى. وانا ممكن اقول لك يعني عندها صديقات، واحد اسمه سهير، وما تخلينا نجيب باقي الاسماء يعني ما عايزين. نحن الحمد لله يعني كمسلمين اخلاقنا تمنعنا ان نتكلم عن بلاوي هؤلاء الناس وما الى ذلك، ولكن نحن ان شاء الله نتخلق باخلاق الاسلام باذن الله تعالى. فهذا وحيد بعد ذلك خرج الى السودان، وان كان لدي معلومه طبعا وحيد هو اصلا ليس من ابناء أمدرمان، وانما هو من ابناء مدينه تسمى مدينه الربيض من غرب السودان. فوحيد اصلا يا اخي الكريم محمود، وحيد مهزوم كان نفسيا يعني محطم نفسيا يعني هو ما طرى مجال الا فشل. المجال الوحيد اللي نجح فيه انه هذه القناه اللي اسمها قناه الحياه، انه هو المجال الوحيد اللي نجح فيه الاكاذيب، بل حتى في الاكاذيب طلع فاشل. يعني حتى التمثيليه اللي عملها بتاع الجواد فشلت. اي مردود قصه الشيخ جواد او الشيخ قواد اللي طلع عملها وحيد وجايب واحده معاه لابسه نظاره شمس يعني نظاره واكله كل وشها ولابسه حجاب، والفيلم الهندي اللي عمله ده الشيخ، ايه مردوده واثره هنا على والله اصلا انا عايز اقول لك حاجه يا اخي الكريم، اصلا قناه الحياه دي ما عندها مشاهدين، ولكن على الانترنت الناس بيشاهدوا هذه الاشياء، الناس المهتمين بهذا الامر يشاهدون هذه الاشياء. ها. فوحيد كونه يعني بالله عليك انسان يؤلف قصص خياليه وينسجها من خياله علشان يحارب بها الاسلام، لانه ما لقاش غلط في الاسلام فاضطر يكذب. تماما الله يجزيه خير.
فيبقى هذا الرجل بيحارب الإسلام بشتى السبل، الأكاذيب، التلفيق، فهو الآن بيلفق أكاذيب وبيعمل مقارنات خاطئة ويرجع من هنا، بيعتقد أنه هو الآن بيقدم شيء. ولكن ما في إنسان مسلم، أبشرك ما في إنسان مسلم بيسمع وحيد ولا يستمع لوحيد بتنطلع على هذه الأشياء، إلا المغفلين اللي معاه في غرفته يسمعوا هذه الأشياء ويقعد يمجد الغرفة بتاعته عمل جيد وعمل ممتاز ويتصل هو يتنفخ عندنا ومراته جنبه كاشفة شعرها متبرجة. أنا الآن يعني أنا الآن يا أخ ميمو الآن ما أستطيع أن أجيب زوجتي مثل هذا الساقطة ديني وعقيدتي، طب نعم أنا يعني تأتي زوجتي تكون مثل هذه نعم حتى لو أنا في الشارع. الفطرة والدين نعم. والعرف المتعارف عليه نعم. في دول الوطن العربي تمنع أن واحد يكون قاعد وجنبيه مراته ومسيبه شعرها وعلى أمالها تحكي وكشف صدرها، يعني حاجات لا تليق فعلا. يعني هذه المسلم ما يعملها بالذات لما يكون إنسان داعي للإسلام، فما بالك بإنسان يعني تأتي زوجته بهذه الصورة؟ هل هذا إنسان قريب من الدين أم بعيد؟ لا لا إطلاقا إنسان بعيد. فلذلك نحن ديننا حذرنا، قد يقول لك المسألة في القلب. قلب إيه يا أخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، صلح سائر الجسد. وإذا فسد، فإذا كان القلب جوا نظيف البر بيكون نظيف، هيعكس على الأثر الخارجي على الإنسان. يعني يعني إذا كان القلب سليم ونظيف كله بينعكس على المظهر، نعم ينطبق. فالإنسان إذا كان قلبه نظيف فلذلك مظهر يكون أيضا شنو نظيف. فهو ناجي ونيس وسخان ومراته وسخانة، فلذلك هذا انعكس عليهما. فلذلك ناجي ونيس أو وحيد هو شخصية تافهة، حتى هنا في السودان ما معروفة إلا لدى النصارى فقط يعني، أو الناس المهتمين بهذا الأمر. فهذا باختصار. أما البقية هؤلاء كلهم نكرات، حتى ناجي ونيس هو نفسه نكرة يعني. بارك الله فيك. الله يكرمك يا شيخ. طيب عايزين حضرتك توجه بس رسالة أخيرة للمسلمين، إيه الواجب عليه؟ ورسالة أو نصيحة للأصدقاء من النصارى المتابعين للقنوات التنصيرية وما إلى ذلك. أنا حقيقة يعني أقول كالآتي، أنا حقيقة بعد أن استمعت لعدة حلقات أو شاهدت عدة حلقات للمدعو ناجي ونيس أو وحيد أو جواد، أنا حقيقة يعني للأسف الشديد وجدت أن المقارنات كلها مقارنات خاطئة، مقارنات يعني حقائق كلها بعيدة عن الواقع. فمثلا لما يتكلم وحيد يقول إن للأسف هذا سمى للمسلمين أن الشجرة أن الشجرتين صارتا شجرة واحدة. وما المترتب على ذلك يعني؟ شجرة شجرتين وشجرة واحدة، هذا الكلام الفارغ ويجيب مقارنات. فلذلك أنا أنصح أصدقائنا المسيحيين الموجودين المتابعين لوحيد والمخدوعين بوحيد وأمثاله أن يتبعوا هذا الكلام الذي يأتي به وحيد. لازم يشوفوا المصادر الإسلامية بيتكلم منها وحيد، لازم يتابعوا بأنفسهم، لازم يتثبتوا، مش أي إنسان يقول لي أنا أي كلام أنا أخذ هذا الكلام. نعم، والمسيح عليه الصلاة والسلام قال في كتب النصارى فتشوا الكتب، وقال أيضا أو بولس قال إذا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، ومن المفروض يبحثوا في هذا الأمر مش بس مجرد معلومات سمعية من وحيد أو من غيره. نعم، وأنا أقول للنصارى أو أصدقائنا المسيحيين يعني يكفيكم اللي بيعمل وحيد، يعني يكفي انه هذه التمثيلية. يعني انا بسأل اصدقائنا النصارى، انا بسأل اصدقائنا النصارى، يا نصارى يا اصدقائنا المسيحيين، الا يكفيكم ما فعل وحيد؟ هذه القصة هذه التمثيلية الملفقة اللي فعلها، يعني اصلا يعني ما الذي يجعل وحيد ان يمثل هذه التمثيلية حتى انه يعني يحاول يخدع الناس انه ده شيخ متنصر وانه هذه واحدة متنصرة وإنهم كانوا مسلمين، معناه أصلاً بالغلط. والله هذه تكفي لإسقاط وإسقاط نعم. زكريا وبطرس وإسقاط كل العاملين في القناة، هم يتستروا على فعل مثل هذا، تسقط عدالته، ما عنده عدالة، صحيح؟ كذب في هذا الأمر وبالفعل، نعم. مش مجرد كذب بالكلام، ده كذب بالكلام وبالفعل. وزكريا وبطرس اشترك معاه وكل العاملين في القناة، هذه كفاية لإسقاطه. إزاي أنا أأمن شخص زي ده على الحياة الأبدية؟ إزاي أنا أأمنه على معلومة وفي الدين يا شيخ؟ وأصل دينهم كله مبني على الأكاذيب، وزي ما قال بولس إذا كان مجد الله هو يزداد بكذبي فلماذا أدان بعد أنا كخاطئ. وعلى حسب المسيح عليه الصلاة والسلام الذي شوه سيرته الطيبة العطرة إنه كذب على أخوانه وقال لهم أخرجوا وأنا لن أخرج ثم بعد ذلك خرج، وهذه الأشياء دين كله أصلا يا أخي مين مبارك أنه فيك ما بني على فاسد فهو فاسد. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى والهداية. كلمة أخيرة للمسلمين، أقول لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل أنحاء الأرض، أبشركم أن السودان بخير، والحمد لله أنه عندنا في السودان نهضة
أو صحوة إسلامية كبيرة جدا جدا، وأنكم قريبا سوف تشاهدون معكم مجموعة كبيرة جدا من إخوانكم الأقباط المسلمين الجدد، وأنكم سوف تشاهدون معكم بإذن الله تعالى عدد كبير جدا جدا من الجاليات الأجنبية الموجودة في هذه البلاد يعتنون الإسلام ويصلون معكم في المساجد. بارك الله فيكم. وأنا يعني حقيقة يعني لا يسعني أخيرا إلا أتقدم لكم بالشكر على هذه الجهود الطيبة التي بذلتموها يعني في الفترة التي كنتم فيها بيننا. نحن حقيقة عايزين على الشكر، ونقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاكم الله كل خير. وكان معنا الشيخ عمار مدير المركز الإسلامي للدراسات الدينية والمقارنة. كان معكم محمود داود من قناة المخلص وتصوير معاذ عليان. شكرا لكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.